بسم الله الرحمن الرحيم. المرة الماضية خلصنا من تنزيل الـ Active Directory، وهذا هو الـ Active Directory. وزي ما احنا شايفين عندنا الـ Active Directory في كرتين شبكة. الكرت الأول هنا الـ Bridge Adapter متصل بمودم الإنترنت حقي مباشرة، يعني مو بجهازي، مو نات، لأن في نات هذا يأخذ الإنترنت من جهازي. Bridge Adapter لا، يأخذ IP من المودم مباشرة، هذا أساس الإنترنت. أما الهوست أونلي أدابتر، كل الأجهزة هذه اللي أمامنا الأربعة، كل واحد فيهم هوست أدابتر زي كذا، هوست أدابتر فيرتشوال بوكس زيرو. ليه؟ هذا أساس الأجهزة ترتبط مع بعضها داخليا بالإيش؟ الهوست أونلي أدابتر. وكل الأجهزة برضو عندها كروت تتصل مع المودم مباشرة للإنترنت. احنا شغلنا هنا اهم شيء، لانها تربط الاجهزه مع بعض. طيب احنا المره الماضيه في الدرس اللي قبل كذا نزلنا الاكتف دايركتوري، فصار عندنا دومين كنترولر. لكن قلنا انه بدون دي ان اس، سيكون الدي ان اس ايش؟ سيرفر مستقل. زي ما انت ملاحظ فقط Active Directory، فتجي هنا هذا اليوزر والكمبيوتر. طيب وهنا الدومين كنترولر اللي هو سير 2016 دي 01 هو اللي احنا عليه. طيب نجي الان للدينس، سيرفر الدينس. هذا هو سيرفر الدينس واحد، راح نربطه بالدومين كنترولر. نجي للدي ان اس، نتاكد انه يشوف الاكتف دايركتوري. هنقول سي ام دي على اساس نسوي بينج. لانه لازم تتاكد ان في اتصال بينهم. هنبنق على، لاحظ لو بنقت على سيرف 2016 دي سي 01 ما راح يبنق. لا هنا راح بنك، تمام، عرف الاسم اكيد انه موجود عنده في الكاش. هنبنك على الاي بي، هو الاي بي اللي اكد انه 192 168 150. لاحظ بنك معي. طيب انا تاكدت انه بنك على الاي بي حق الدومين كنترولر. انا كذا اقدر ابدا شغلي في ربط الدي ان اس. الان اللي احنا بنسويه هو ان بنربط الدي ان اس واحد بالدومين كنترولر، بحيث ان اي جهاز نضيفه على الاكتف دايركتوري السجلات هتكون هنا. هنبدا الان بالدي ان اس 1. اول خطوه هنروح للفولدر هنا، ذس بي سي، رايت كليك عليه، خصائص، بعد ما تفتح خصائص تاخذ ادفانس سيستم سيتنج، وبتروح للكمبيوتر نيم، وبتروح الى مور، تكتب هنا learn.com وتضع صح على change primary dns suffix when domain membership changes، فتحط الدي ان اس suffix اللي هو learn.com. هتقول له اوكي. اوكي مرة ثانية. لاحظ تغير الاسم هنا، انضاف datelayer.com. هتقول اوكي وراح يعيد التشغيل. restart now راح يعيد التشغيل. الان عاد التشغيل الدي ان اس سيرفر. ننتقل الى tools بعدين دي ان اس. نجي هنا للفورورد لوك اب زون، رايت كليك عليها وناخذ نيو زون، او ممكن تاخذ نيو زون من هنا، كل واحد نيو زون، نيكست، طبعا برايمري زون، تكتب هنا learn.com اللي هو الدومين كنترولر.
نكست طبعا هيكون بالشكل هذا layer.com DNS. حتى لو استخدمت use this exit file ما علينا، احنا ناخذ الموجود الاول هذا اللي احنا وضعناه layer.com هو اضاف .dns next allow next. لاحظ file name finish. الان لو جيني هنا layer.com. بالنسبه للريفيرس اللي هو تحويل الاي بيات الى اسماء، هنا تحويل الاسماء الى اي بيات. لا يعني جايب لك اسم السيرفر مرتين لانه مرتبط بثرتين، حول الاسم الى ايش؟ عنوان. هنا بيحول العنوان لاسم. ممكن تاخذ نيو زون من هنا او تاخذ نيو زون من هنا، كلها واحد، لكن هتختار ماذا؟ برايمري زون وتختار ريفيرس. نكست. تكتب بدايه الشبكه حقتك اللي هي 192 168 100. لاحظ عكسها تحت هنا. وهذا صحيح، تختاره وتاخذ نكست. خلي هذا زي ما هو نكست. برضه خليه الاو زي اللي قبله نكست. فينش. لاحظ الان عندنا ريفيرس. طيب احنا اضفنا الدي ان اس افكس هنا قبل شوي وعدنا التشغيل بس على اساس نتاكد، لان هذا الخطوه لازم تكون تمت قبل الكلام هذا. لو جيني هنا لاحظ الاسم هنا لير تكون واضح، وحتى لو جيت كمبيوتر نيم لاحظ كمبيوتر نيم سيرف دي ان اس 101.lear.com. اوكي طيب النقطة الثالثة تروح للروت هنت من أي مكان، أهم حاجة تروح للروت هنت وتسوي إضافة وتضيف مين؟ تضيف سير دوت داش 2016-DC01 اللي هو الدومين كنترولر دوت نير دوت كوم، وتضع هنا الآية اللي هو 192 168 150 150 اللي هو الاي بي حق ايش؟ الدومين كنترولر. اضيفه في الروت هنتس انتر كذا وتاخذ موافق، تاخذ ابلاي، تاخذ اوكي. طيب تعال هنضيف الان سجل، هنضيف سجل. ايش هو السجل هذا؟ الدومين كنترولر هنا ندخل عليه بس على الدومين كنترولر. الاسم هذا سيرف 2016 دي سي 01 بنضيفه في الدي ان اس يدوي. تيجي هنا باليمين نيو هوست، هتكتب الاسم سيرف داش 2016-DC01. ايش الاي بي حقه؟ 192.168.150. ولاحظ الصح هنا على اساس ينضاف في الريفيرس، نقول له اد هوست تمام اكس. لاحظ انضاف هنا برضه ريفرش، خلينا نعطيه ريفرش بس انضاف هنا. طيب احنا الان خلصنا من الخطوات، ربط الدي ان اس، هنجرب مره ثانيه بس ان الامور تمام زي ما انت شايف. خلاص كده تمام ان شاء الله. ممكن نحتاج ان نعيد تشغيل السيرفر او لا، هنشوف العناوين هنا تمام العناوين. طيب الآن ننتقل ل الكلاينت سي ام دي. خلينا نجرب نبنق على الدي ان اس، هو يبنق ولا لا؟
بس يفتح الكوماند لاين الان، لان زي ما قلنا ضمان اتصال الاجهزه مهم جدا. ما تشتغل على حاجه مبنق على 192 168 100 100، وكذلك 150 100 100 بنق، 150 هيبنق. طيب تمام، خلينا نجرب ان نبنق على الاسم اللي هو سير داش 2016 داش دي سي 01 بنق. ليه؟ لانه موجود في اضفته انت في الدي ان اس. طيب اللي احنا راح نسويه الان، هنضيف الكلاينت هذا الى الدومين كنترولر. لاحظ ان الدومين كنترولر مربوط بالدي ان اس. اذا الامور مشت بشكل صحيح حينضاف، تاخذ ذس بي سي خصائص ادفانس سيستم، اضافه عاديه جدا، كمبيوتر نيم تشينج، تضع الدومين. ايش هو الدومين؟ هتكتب learn دوت كوم، اضافه جهاز كمبيوتر الدومين بشكل طبيعي. هنشوف الان، لاحظ ان الدومين كنترولر جهاز والدي ان اس جهاز مستقل. شوف الترابط الان يمشي بشكل سليم او انه يحتاج نعيد تشغيل الدي ان اس سيرفر. لسه ظهرت الان هو مشكله انه في الدي ان اس ما لسه ما هو شايف الدي ان اس او ما هو قادر يرسل له. ان اكتف دايركت دومين كنترولر. طيب هنا بيقول لك الدي ان اس سيرفر، طيب هنعيد الان تشغيل الدي ان اس سيرفر ونتاكد من الموضوع. لكن قبل كذا خلينا نتاكد من ايش كرت الشبكه هنا ايثرنت. ستيتس الدي ان اس اوكي صحيح، وهنا ستيتس وبرضه الدي ان اس بشكل صحيح. جميل، خلاص ارجع الان للدي ان اس هنا. طيب خلينا نعيد تشغيل الدي ان اس. ريستارت، نعيد تشغيل الدي ان اس ونجرب مرة ثانية، راح ان شاء الله يرتبط معانا. طيب الان اعدنا تشغيل سيرفر الدي ان اس. لو جينا التولز دي ان اس، لاحظ الان انه في فولدرات هنا ظهرت جديده، فان شاء الله الامور باذن الله ممكن تكون افضل. طيب نرجع الان للكلاينت ونحاول نضيفه مره ثانيه. احنا كل اللي سويناه في اخر خطوه ان عندنا تشغيل سيرفر الدي ان اس ادفانسد سيستم كمبيوتر نيم، نسوي تشينج ونضع الدومين ليرن دوت كوم، نقول بسم الله اوكي. لاحظ هنا انه ورك جروب، ولاحظ اسم الكمبيوتر. احنا اعطيناها الان اوكي، بس ننتظر الاستجابه. ما شاء الله،
تمام، شايف الآن طلب منك إيش؟ بيانات إضافة للدومين، معناته الآن الـ DNS تواصل مع إيش؟ مع الدومين كنترولر. أكتب اليوزر اللي هو administrator بالنسبة لي administrator، وأضع الباسورد الخاصة به. طبعا هذا الـ Active Directory، يوزر وباسورد الـ Active Directory. نقول له اوكي، إضافة طبيعية جدا ما شاء الله كده. انتظروا بس لما يعطيك رسالة الترحيب. طيب الآن أتتك الرسالة welcome to the near.com domain، هتأخذ أوكي. يطلب منك إعادة تشغيل الكلاينت اللي هو الجهاز ويندوز 10، هتقول له أوكي. لاحظ الورك جروب الآن والاسم تغير، شايفه أمامنا هنا، لاحظ معاي تغير الآن أمامنا. هنقول له هنا كلوز ريستارت ناو، هيعيد التشغيل ويصبح انك تقدر الان تدخل على الجهاز هذا باستخدام اي يوزر يتم انشاؤه على الدومين كنترولر، بالاضافه الى اليوزر ايش؟ المحلي اللوكال. طيب احنا لو رحنا الان للدومين كنترولر هنلاحظ ممكن انه تم اضافه الجهاز هنا الدومين كنترولر. نروح الكمبيوتر، لاحظ موجود الكمبيوتر وين؟ الدومين كنترولر. طيب وين الدي ان اس؟ الدي ان اس الان ما هو على نفس الدومين كنترولر، مستقل لوحده اللي هو دي ان اس 1. هننتقل ل دي ان اس سيرفر وناخذ الدي ان اس ونشوف هل موجود في السجلات ام لا. هذا هو موجود امامنا، ديسكتوب 1 موجود امامنا، وبرضه موجود في الريفيرج. هناخذ له هنا بس اتسجل فيما بعد في الريفيرج ايضا. اذا تم اضافته. طيب نرجع الان بعد ما يشتغل هننشئ يوزر وندخل عليه. الان تمت اضافه الكلاينت الى الدومين كنترولر، معناته الربط صحيح بين الدي ان اس سيرفر وبين الدومين كنترولر. لو جينا للدي ان اس مره اخرى بعد ما عاد الكلاينت التشغيل كذا، الان هذا كلاينت بدنا ندخل عليه. لاحظ الان بامكانك ايش؟ تدخل على الدومين. طيب بس نشوف الدي ان اس. لانه عنده كرتين شبكه انضاف مرتين وهذا ما في اي مشكله. ولو جينا هنا لاحظ الديسكتوب موجود ايضا. كذا هذا من ناحيه الدي ان اس، اما من ناحيه الدومين كنترولر فتلاقيه وين؟ في الكمبيوتر. هنا في الكمبيوتر هذا هو. طيب خلينا ننشئ يوزر، خلينا ننشئ يوزر هنا اليوزر، خلينا ننشئ يوزر نيو يوزر
نسمي اليوزر دي سي 10، هذا يوزر دي سي 10. نكست، باسورد هنحط له باسورد مثلا من 1 لـ 6 إذا قبل معانا، من 1 لـ 6. يوزر ماست تشينج باسورد ات نكست لوجن، هنقول له اوكي خليها كذا فينيش. ويندوز كان الباسورد لازم تكون فيها شويه تعقيد، طيب هنحط له باسورد اي كابيتال اي سمول من 1 لـ 6، اي كابيتال اي سمول من 1 لـ 6، واليوزر راح يغيرها فينيش. اوكي انشأنا يوزر الان اسمه بيزي بيزي 10. نروح للكلاينت لانه مضاف الان للدومين، لاحظ اوذر يوزر، نستخدم اوذر يوزر وتكتب بي سي 10 والباسورد اي كابيتال اي سمول 1 2 3 4 5 6. يقول لك ذا يوزر باسورد ماست بي تشينج، قول له اوكي. النيو باسورد هنقول بي كابيتال بي سمول من 1 لـ 6، غيرناها طبعا ونعيدها هنا بي كابيتال بي سمول من 1 لـ 6، وندخل باليوزر الجديد. يور باسورد هاز بين تشينج، الباسورد لقد تغيرت. اوكي ويذكرك ان الباسورد لقد تغيرت اساس تذكرها بس. الآن هندخل على الكلاينت باليوزر الجديد وهو مضاف للدومين، لكن الهدف عندنا هو ربط الـ DNS بالدومين كنترولر. يعني هذا الآن احنا ايش سوينا؟ سوينا التالي. تم ربط الـ DNS 1 بالدومين كنترولر، فالآن الكلاينت هذا السجلات حقت الدي ان اس تنضاف فين؟ في سيرفر الدي ان اس، وبالنسبه لمعلومات الكمبيوتر هتكون على الدومين كنترولر المضاف في المجال هنا. فالهدف ان الان الدي ان اس سيرفر لوحده والدومين كنترولر سيرفر لوحده. طبعا هي مجرد بس لحظات وراح نشتغل معاك اليوزر الجديد على الكلاينت. لاحظ الان لو جينا هنا نلاقي اليوزر الجديد اسمه ايش؟ بي سي 10. لو اخذنا ساين اوت لاحظ هنا بي سي 10، ونرجع مره ثانيه بي كابيتال بي سمول 1 2 3 4 5 6، يرجع مره ثانيه ويدخل بالدومين. الان زي ما انتم لاحظ الديسكتوب مضاف هنا، حتى لو غيرت اسمه هيتغير، هيتغير في الدي ان اس. اذا كذا انتهينا من الموضوع المقصود اللي هو رابط الدي ان اس بالدومين كنترولر، وجربنا كيف انه ندخل عن طريق الكلاينت. ولاحظ الان لو جينا هنا خصائص هتلاقي ماذا؟ انه على الدومين.
طيب زي ما شفنا الآن تم ربط سيرفر الـ DNS بالدومين كنترولر، وأي جهاز نضيفه الآن هينضاف في الدومين كنترولر ويظهر سجله في الـ DNS. هنا الـ DNS سيرفر 2 هنضيفه فيما بعد في لقاء لوحده، لكن هنا نشوف الدومين كنترولر الآن ندخل عليه. احنا خلصنا اللي عندنا، لكن فقط نتأكد من بعض الأشياء. هنجي للجهاز اللي هنا ونغير، نحاول نغير اسم الكمبيوتر الآن، هنشوف هل يتغير في الدومين كنترولر وكذلك يتغير في، لاحظ لأني داخل بي سي 10 تمام، بي سي 10 ما عنده صلاحية فيطلب مني صلاحية، فأدخل أقول أعطيه صلاحية الأدمنستريتور حقت ايش الدومين، معناته ان الموظف هو اليوزر ما يقدر يلعب في الجهاز. تشينج، خلينا نغير الاسم تمام الى بي سي 10 او لان اليوزر اسمه بي سي 10، خلينا ناخذ حاجه ثانيه مثلا ديسك توب بي سي 10، نقول له اوكي. المهم ان غيرنا الاسم، يقول لك اوكي. لاحظ الاسم بدا يتغير امامنا هنا، لاحظ، نقول له اوكي كلوز ويعيد التشغيل. طبعا هو يعيد التشغيل لان الاسم تغير، لكن ممكن نشوف الاكتف دايركتوري هل اخذ التغيرات ولا لا. ناخذ ريفرش، نعم اخذ التغير الاكتف دايركتوري، الكمبيوتر تغير. طيب هل الـ DNS غير الاسم؟ اذهب للـ DNS الان، نروح لسيرفر الـ DNS وناخذ ريفرش. طبعا الـ DNS زي ما تعرفوا، زي ما انتم عارفين انه يحتفظ بسجلات مده معينه بعدين يحدثها، فهو طبعا راح يغير الاسم، لكن مجرد وقت فقط. لاحظ غير الاسم، وهنا كذلك تلاقيه غير الاسم. وكذا الحمد لله انتهينا من ربط سيرفر الـ DNS بسيرفر الدومين كنترولر، سيرفرين مستقلات. احنا في العاده نضع الدومين كنترولر والـ DNS على نفس السيرفر، لكن خبرتنا في هذا الفصل ان سوينا الدومين كنترولر لوحده والـ DNS لوحده وربطنا بينهم في هذا الدرس، وشكرا لكم.